السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد عاطف من قناة القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة بعيدة شوية عن اللغة الإنجليزية، ألا هي تنسيق الثانوية العامة. طبعاً تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالنسبة للمحافظات، تعالوا نبدأ نتعرف على تنسيق الصف الأول الثانوي للمحافظات. بما أن طبعا التنسيق زي ما هو متوقع أن التنسيق يبقى عالي السنة دي نظرا للظروف اللي فاتت اللي مرينا بيها، وطبعا ظروف الأبحاث، وأن يعتبر الترم الثاني يعتبر كل الطلبة مقفلة، طبعا درجة نهائية 140 من 140، فمتوقع بشكل يعني لا شك فيه يعني أن التنسيق يبقى عالي. تعالوا نبدأ بتنسيق المحافظات، ونبدأ بمحافظة الشرقية. تنسيق الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في محافظة الشرقية 252، بالنسبة لمحافظة القاهرة 254، بالنسبة بقى لمحافظة الجيزة 240، بالنسبة لمحافظة الدهلية 259، بالنسبة لمحافظة المنيا 247، بالنسبة لمحافظة قنا الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة 258، بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ 250، بالنسبة لمحافظة أسوان الحد الأدنى للقبول في أولى ثانوي 240، بالنسبة لمحافظة دمياط 255، بالنسبة لمحافظة الإسماعيلية 247. ودول المحافظات المؤكدة 100% حاليا. أتمنى طبعا التوفيق لأبنائنا طلاب الثانوية العامة. طبعا الجدير بالذكر أن محافظ القاهرة حين الإعلان عن طبعا الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة والمرحلة الثانية، يعني أكد أن عملية تقديم هتتم على 3 مراحل، ودي المتوقع أن يتم تطبيقه في بقية المحافظات. المرحلة الأولى بداية من 1/7، وهيتم تقسيمه على 3 مراحل. المرحلة الأولى هتبقى تستغرق 3-4 أيام، وهيتقدم فيها الناس الطلاب اللي جايبين من 270 ل 300، هيقدموا الورق بتاعه. والمرحلة الثانية بعدها برضو في خلال 5 أيام أو 6 أيام هيقدموا الطلبة فيهم الأوراق التقديم بثانوية عامة للمجاميع اللي بدأ من 254 لقبل 270. طبعا والمرحلة الثالثة اللي هي المتخلفين من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. ومتوقع ان الموضوع ده يطبق في المحافظات نظرا لطبعا لظروف كورونا، وعشان طبعا إجراءات الوقاية والحماية لكل فئات الشعب. إلى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا، أتمنى أكون فدتكم. شيروا الفيديو لزمايلكم عشان يعرفوا تنسيق محافظاتهم. وفي الختام، السلام عليكم.